مشاهدينا الاوفياء، مشاهدينا الاوفياء، مشاهدين مغارب نيوز اينما كنتم داخل وخارج ارض الوطن، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. معنا واحد القضيه، قضيه غريبه نوعا ما. الشاب اللي امامنا الان اللي هو كمال، العمر ديالو ما كيتجاوزش 37 سنه، مواليد 1985. كمال واحد القصه ديالو غريبه 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 بزاف، انه تم ادراجه واحد القناه عموميه، يعني قناه عموميه معروفه في المغرب، على انه قاتل شي شخص في 2014، في 2014 وتم القاء القبض عليه في 2019. استمعوا معنا القصه ديال كمال. كمال بغى يفتح قلبه للمغاربه وبغى يشارك القصه ديالو مع شي مسؤول. استمعوا معنا خويا كمال. السلام عليكم خويا. انا شوف اخويا الغريب في الامر، اخويا كنعاود القصه، كنعاود القصه، كتشدني تبوريش وحق الله كتشدني تبوريش. الغريب في الامر اخويا، دابا الغريب في الامر انا كنبيع ونشري. انا من 2015 اخويا، 2015 خرجت، مابقاش كندير حتى شي حاجه. 2019 كنتفاجع، كيجيو عندي البوليس كيهزوني من بلاصتي، كيقول لي تمتهم بالقتل العام. هادي في 2019 هادشي؟ هادشي في 2019. كيقول لي تمتهم بالقتل العام. والغريب في الامر انا ما قاش ما والو، والمجتمع ما كيرحمش، والشعب ما كيرحمش. واش غنقول لك اخويا؟ لا دابا بلاتي نمشيو دقه دقه باش المواطن يسمع. دابا انت في 2019 تم القاء القبض عليك على اساس انه شي واحد مقتول في 2014 في حي محمدي. في حي محمدي ياك. ولكن كيفاش تمت العمليه ديال القبض عليك؟ كيفاش ما دوش كانت تحريات؟ كانت اخويا ماشي تحريات، 21 يوم وما كيراقبوا فيه. 21 يوم، 21 يوم وما كيراقبوا فيه، وانا حداهم كنبيع ونشري، حداهم كنبيع ونشري وهما كحداهم. واش اخويا، واش اخويا اللي قاتل غينعس؟ غيحط راسه في الوساده غيجي ينعس؟ لا. كنتفاجئ كيجيو كيهزوني، كيقول لي الو برافو جوليات، كيقول لي برافو جوليات، عدوا القتل العام. انا ملي سمعت هذيك القتل العام قبوله دازت ليا، والسروالي طاح عليا. اخويا اش غنقول لك اخويا؟ واخا دابا بلاتي، ولكن بلاتي دابا انت ملي شدوك شنو قالوا لك؟ ملي شدوني قالوا لي عندك، ملي داوك للولايه شنو قالوا لك؟ ملي داوني للولايه قالوا لي عندك القتل العمد وشافر موطور. عندك القتل العمد وسرقه ديال دراجه ناريه. دراجه ديال ناريه. ملي مشيت كنتفاجئ، ملي درت في التحقيق ودرت في التحقيقات وهذي، كنتفاجئ انايا، كنتفاجئ بلا القتل العمد ما بقاش، وكيقولوا لي انت عندك تهمه ديال الموطور. واخا ولكن دابا اشنو اللي ضرك انت؟ شنو اللي ضرني اخويا؟ ضرتني حياتي اخويا، حياتي ضرتني اخويا. كتقول لي شنو ضرك؟ وانت ضرتني حياتي اخويا، بنادم اخويا شي حاجه، شي حاجه ما كتصدقش. لا قلتي لنا انه شي اذاعه وطنيه وقيله دارت شي فيديو عليك انت. ودارت فيديو عليا، دوزوني في الاخبار، دارت فيديو عليا، وفيديو ديالي قلت له في السطوريات في العمر الشيع. كرعيشة انسان من المجتمع، كيعيش اخونا باقي لحد الان. هذا الفيديو كيتسمى التداول ديالو، تا هو نوريه لك. هو باقي، هو باقي فيديو، باقي في ستوريات كيتلاعب على عباد الله. كيفاش اخويا غنعيش هذا العيش؟ عطينا نشوفوا ذاك الفيديو باش نشوفوه. تصور اخويا، الغريب في الامر، الغريب في الامر هي بغيت نمشي نتزوج. كنتفاجئ نهار العرس جاي الخطيبه ديالي كتوريني الفيديو، كتقول لي لا تقتشان. جابتك الفيديو قالت لك انت قتال. قالت لي انت قتال، قالت لي الفيديو ديالك. امي داخله الحمام، العيالات كيهضروا، ولد هذيك قتال، ولد وانت دمروني انا وعائلتي اخويا، دمروني الناس انا وعائلتي، ماشي دمروني، حطموني اخويا، حطموني. ماشي تحطيم هذا راه. ورغم البراءة ديالك انها تبتات، رغم البراءة تبتات، وراه بنادم كتقول لي انا ما دايرش، انا هادي، انا هادي، ما كاينش اللي كيرحمك. انا علاش كنقلب على شي مسؤول ولا شي واحد يوقف معايا؟ هانت اخويا هاد الفيديو، هانت الفيديو، هانت انا شو كنبيع ونشري اخويا، هانت كنبيع ونشري. اما جاي ليا هانت انا كنبيع ونشري، اما غيهزوني شتيهم، اما غيهزوني، اما غيهزوني. وهاد الفيديو ولا كيلعب فيه ولا اسمع. هذا 5 مرشوط موقعة البطاقة التالية، برافو جوليات.
اسمع المعني بالامر. لا تسكت، خلينا نسمع واش يسمع. اذا المسمع المعني بالامر راه تعود على لكن القتل العمدي بتاريخ 13/3/2014. بانك انت قاتل في 13/3/2014. انا قاتل في 13 وانا في وسط الحبس. دابا هذيك التهمه، دابا هذيك اللي كتب الحبس هي اللي لقاتك وقيله. هي اللي لقاتني اخويا هذا وباو سد. حتى ما كي شوف كينبك صاحبي في هذا البلاد. الثقاف ديالو. سمع. كذلك المعني بالامر بالرفقه ديالنا اتجاه ولايه العبد. زيد انت زيد 13/7. حتى اخويا راه كتشوف الحقره بعينك، وهذا دابا هذا ولا في التيك توك. خويا زيد ولا في التيك توك ولا في ستوريات. كيفاش غنعيش انا وسط المجتمع؟ دابا هادشي اثر عليك بالحياه ديالك انت. ماشي اثر عليا بالحياه ديالي، انا كنطلب من شي ربي، كنطلب من شي مسؤول يتدخل. يا ربي حيدوا لي الفيديو، خدموا لنا شي خدمه من بعد من هنا. انا خويا مابقاش باغي نعيش في هذا المجتمع اللي بينوني فيه. واش فيديو ولا فيديو ديالك ولا كيدور في ستوريات قتل عمد؟ اه باش تحس انت امك ما قادش تخرج من الدار. انا وليت ساكنه في السطح على الحمام. يعني انت وليت كتعيش معاناه. ماشي معاناه اخويا، تخرج وكنت غنتزوج، وهذيك اللي بغيت نتزوج ما وصلوا لها الفيديو. يعني دمروك الحياه ديالك بهذاك الفيديو، دمرتك الحياه ديالك. انت تصور كتسكن قدام الامن، قدام الامن. وانت خمس سنين وانت داخل راسك ما دخلتيش للحبس. ومن 2015 ل 2014 ل 2015 2020 غضرب عام في الحبس باطيله. بابو غضرب عام حبس تحقيق وغتخرج براءه تحقيق. دابا دوزتي عام ديال التحقيق. عام ديال التحقيق. وتحكمتي بالبراءة القتل بالبراءة. بالبراءة هذاك العام عطاو لي على قبل الموطو. ولكن دابا هذا الفيديو ديالك دابا اللي باقي كيتم التداول ديالو في هذيك القناة العمومية هو اللي مأثر. انا مش قطعت عليه، انا كنطلب من المسؤولين، انا كنطلب من المسؤولين ولا شي محسنين ولا شي واحد يتدخل معايا ويوقف معايا تحت الخط وينقذني اخويا، ولا شي جمعية تجوزني، ولا انا اخويا طالبة شهادة. اسمعشي طالبة شهادة اخويا. والله ما نكذب عليك اخويا، دمروني اخويا، والله ما نكذب عليك، دمروني، حطموني اخويا، نكذب عليك، حطموني اخويا، والله ما نكذب عليك، حطموني. هذا ما عرفتش لمن نمسح راسي. يا الروضه كونوا دفنوني فيها وحق الله. يا الروضه كونوا دفنوني فيها اخويا. انت سيبينا من حي محمد وخلونا في حي محمد، ما غنقتلوا اخويا، ما غنديروا والو. فهمني اخويا، انت راه حقره وعيناني بيناني اخويا. هادشي راه كنشوفوه اخويا، هادشي كنشوفوه في الافلام انا. كذب عليك، هادشي كنشوفوه في الافلام، ملي هادشي ولا وقع في المغرب، هادشي كنت كنشوفوه، شوف راسي اخويا. تصور طلعوني الطوموبيل اخويا ملي قال لي قتل عمد، والتلبولة داست لي، والسوالي طاح علي اخويا. وكيفاش هاد المجتمع غيرحمك؟ كنقول لك كيفاش هاد المجتمع غيرحمك؟ وباك كان باك كان دا جودان دا القوات المساعدة. باش غيحس يعني باك كان في الامن. باك انا كان في الامن. باش انت باش غتحس؟ وعمك كان في الامن. دابا تخيل معايا كيفاش غتشوف فيك العائله وتصور نضاضر اخويا، نضاضر ما كاينش لا ما خديتش انا ما كاينش لي ياخذهم لي ياس. وخرج الراميد دابا راميد من خرج وانا داعي لهم باش خرجوا لي. هذا راميد. يعني ديما عندك ذاك المشكل معقد لك الحياه ديالك. وتتصور كندخل عند شي مسؤوله ولا شي وحده هنايا هنايا اقرب الادارات بحال داخل عند شي مجرم حقيقي. وانا لا باس به. ما قلتي لي حتى في القهاوي الا دخلتي شي قهوه واحده دربكم. وانت الا دخلت شي قهوه خويا السربيه كتحط القهوه بعيده منك. فهمني اصاحبي فكان هذا لك. انا كنطلب من الله سبحانه وتعالى وشي مسؤولين يدخلوا. انا مزاوق فيك اخو. وانت الا دابا بغيتي شي جمعيات شي مسؤولين يدخلوا باش هذا الفيديو خصو يحيد من القناه العموميه. اخويا هذا الفيديو باش مكان. قلتي لي ولاو كيديروه في ستوريات. ولاو كيديروه في ستوريات صاحبي وكي استهزاء. استهزاء اخويا. ولما غتحكي هادشي مشيت شفت الشكايه قال لك اخويا اش غدير اخويا هاد البلاد هادي اخويا. واخا باش كطالب انت اخويا دابا؟ وانا كنطالب شي مسؤول ولا شي واحد راضي عليه الله وراضي عليه الوطن وراضي عليه الدولة. قلت اخويا كاين الناس نازيين في هاد البلاد، ولكن غباك صاحبي بزاف في هاد البلاد. باك صاحبي بزاف. وانت كاين هنا موظفين وسط الحبس، موظفين اخويا وسط الحبس وكيخرجوا الملايير ديال الفلوس. والله ما نكذب عليك اخويا، والله ما نكذب عليك. وكاينين شي حاجة انا دابا ناشد المسؤولين كامل، ناشد المسؤولين باش يوقفوا معاك. انا راه مسؤولين. كاينين الناس ناسيين، كاينين الناس كيخافوا على ولادهم، كاينين الناس كيخافوا من الله.
كاينين اخويا، ماشي ما كاينش شتهم بعين، ولكن راه كاينين المفسدين، موجودين المفسدين، مفسدين في هذه البلاد موجودين، وكاينين النازيين اللي ما عرفت شنو هو شعطيه، ما جاتش من عندك، ما جاتش من عندك اخويا. وانا غنخلي لك النمره ديالي اخويا. اعطي الرقم ديالك باش الى بغيت توصل معك الجمعيه ولا شي حاجه. 06-31-97-54-54 عاود 06-31-97-54 خويا كنهضر معاك من هذا الموضوع. ماشي مشكل، ماشي مشكل، ماشي مشكل. اذا مشاهدينا الاوفياء كما استمعتوا، فكمال الحياه ديالو تحولت لجحيم. جحيم اخويا. تحولت الجحيم، يعني من بعد ما كيتم ادراج ديال هذا الفيديو ديالو داخل قناه عموميه معروفه بالمغرب. اخر دليل هو انه ملي تقدم لواحد الدريه بغى ياخذها كما سمعتوا، ف جات النهار اللي غادي يضربوا الكتاب كما كنقولوا، جابت ليه الفيديو، جابوه ولا شي وحدين قال لك باغي تما، يعني مستغل الفرصه، جابوا ذاك الفيديو، جابوه لديك الدريه وراه لها. وفيديو ولك دار ستوريات ديال الواتساب وستوريات ديال الفيسبوك. وا صاحبي واش ماشي فاهم ولا واش فاهم؟ وفيديو ولا كنت دار ستوريات، وفيديو ولا في تيك توك، فهمني يا صاحبي؟ فيديو ولا في تيك توك اصاحبي. اذا كما سمعتوا فهمني اخويا، هاي عاود هذا فنون اخويا، ما تديروش فيا بحال ما هكا. اذا هذا العذاب في الدنيا قبل الاخره، العذاب كتشوف فيه في الدنيا قبل الاخره. هذا اخويا انا راه ما نكذبش عليك، والمسؤولين ومرضي الوالدين ديروا معنا شي حل، شوفوا من حالنا تاعنا، شوفوا بلاصة الدرويش، هاي المقبرة، عدوا مع مشبخ، اش غيدي بنادم؟ تا بنادم اش غيدي؟ وكاينين الناس نوزاع اخو، ولكن كاينين المفسدين في الدار، عارفينهم اخويا. إذا كيف ما سمعتوا معنا مشاهدينا الأوفياء، فكمال قصة صادمة جدا. وغريبة، ماشي صادمة، قصة غريبة، ملي الفيديو ديالك ولا كيوصل النرويج، اسكتلندا، اسبانيون، فرنسا، طاليان، فهمني؟ بنادم امك داخل الحمام كتستهزا من هذوك كيعوموا. تولد قتال. واخا. اذا مشاهدينا الاوفياء، الى هنا سناتي على نهايه هذا البث المباشر، يعني على امل لقاء في بث مباشر اخر. اللي كنتمنى هو انه يكون دخول المسؤولين على الخط، كذلك بعض التجمعيات الحقوقيه، باش على الاقل هو ما طالب والو دابا كامل كما كتستمعوا، ما باغي لا مساعده ماديه، باغي غير الناس اللي يساعدوا على انه هذه القناه العموميه، ولو تواصل معاه هذه القناه العموميه، هذه القناه العموميه تواصل معاه على اساس انها تحذف هذا الفيديو من السجلات ديالها. يعني الان لحد هذه اللحظه هذه باقي كيعيش المعاناه.